الرحيم، تحية طيبة أولا لأبنائنا وبناتنا الذين جاءوا وشاركوا في هذه المظاهرة حتى يعلموا ويتعلموا معنى النضال من أجل الحقوق. أبنائنا وبناتنا جاءوا اليوم لسبب واحد، وهو لأنهم لا يملكون إطار تعليمي وتربوي. وعلينا أيها الإخوة، أنا أريد أن أختصر الكلام في ثلاث دقائق. كقيادة في النقب سياسية واجتماعية وتربوية علينا أن نتحد حتى ننال حقوقنا. وأنا أقول كرئيس بلدية رهط، عدد سكانها 70,000 مثلا مع 27,000 طالب وطالبة، إذا لم يتم حل هذه الإشكاليات حتى يوم الأحد سننضم إلى الاضطراب الشامل لجميع قرى النقب. ولذلك أدعو الجميع بالالتزام بكل قرار يتخذ من قبل اللجنة القطرية للسلطات العربية وكذلك لجنة التوجيه برئاسة الأخ سعيد الخرومي. تحية لكم مرة أخرى، وإن شاء الله رب العالمين يوم الأحد بنرجع للتعليم، والسلام عليكم.